السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقاء. بعد آخر مرة لعبت فيها في سنايبر أوت بوست كانت المباراة مملة قليلا، لذلك قررت أن ألعب هذه المرة في هذه الطريقة، والمرة المقبلة إن لم تكن المباراة مملة أيضا سألعب في الطريقة التالية. المهم قيل أو طيل فلنبدأ. خاصة سنايبر أوت بوست، المشكلة هي أن للأسف بتواجد سلاحين فقط من نفس النوع الأغلبية لا يلعب هذه الطريق، وأنا ألعب ليلا وللأسف ربما سيتأخر اللاعبون في الانضمام أو ربما قد ينضم واحد فقط، كذلك لا يلعب سوى المحترفون الذين يجدون القتال بالسنايبر. للأسف انضم واحد، والمرة السابقة واحد، أما المرات التي قبلها فأربعة، لكن لا بأس، هذه آخر مرة سألعبها فقط حتى أتم الدورة. لنبدأ. للأسف حسنا لا بأس، محترف لا سألعب معه وسأرى النتيجة على بركة الله. جيد، على الأقل قتلته أولا، هذا التفوق لي. هذا سيء، جيد، على الأقل المعركة لصالحي حتى الآن. يجب أن أسرع لالتقاط ذلك الدم، ثم أشحن الذخيرة. أين هو؟ ما هذا؟ للأسف التشنج المتكرر. هذه المرة لن أحتال على شيء. كيف هو؟ بالفعل ذلك الفخ، يبدو أنه وقع في الفخ. جيد، أحيانا يكون من الجيد أن تترك فخا قبل أن تموت، لذلك حتى لو مت الشخص أصبته تبا على شعره. لهذا أكره السنايبر أحيانا، لأنه يحتاج إلى طلقتين إلا إذا كانت الطلقة أصابته في الرأس مباشرة. هذا اللاج المتكرر، لهذا أكرهه. حسنا لك، على أي سأغير الطريقة في المرة المقبلة. هيا أهرب، للأسف تلك المنطقة تكون مكشوفة. أنا في وضع لا يحسد، كنت أعلم أن سيقتله. حسنا، ربما قد يكون التفوق مؤقتا، لكن للأسف أنا متأكد أن المشكلة فقط من سرعة النت. مجددا يبدو أنني مفترض أن ألزم المكان. سيكون من السيء الاقتراب منه. هيا،
جيدة نصا حسنا متنا نحن الاثنين لكن لا بس ما أزال متفوقا وسبق الدقيقة لا نغش ولا نلجأ إلى تلك الحيل البديئة. كيف أصابني؟ أنا أكره شخصيا هذا التعثر المتكرر للعبة. حسنا يا أخي قد تفوز. حسنا ربما هو من سيفوز وبنزاهة. لا بأس. غريب ظننت أنني أنا من مت. إنه يستمر في الإطلاق. إنه على أي حال لا بأس فاز ولو في آخر الدقائق. أصلا أنا يستحق ربما أنا الذي لدي مشكلة في الهاتف فيجب أن أحلها. لا بأس لما كنت لألجأ إلى تلك الحيلة البديئة الاختباء. هذا ممل بالفعل. على أي سألعب في طريق مختلف المرة المقبلة. سنجرب الجنجل. شكرا على حسن التتبع وفي لقاء آخر. ولا أستطيع أن أطيل أكثر من هذا. ربما الرفع سوف يتأخر هذه المرة أكثر. شكرا على حسن التتبع ولا تنسوا الاشتراك. تبقى فقط 3 مشاركين لأتم 100. وصلت إلى 97. شكرا وأتمنى أن نتم 1000 في أقرب وقت.